رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبينضم لنا دلوقتي في الاستوديو استاذ كريم سعيد رئيس تحرير يلا كوره. مساء الخير عليك. مساء الشيما ومساء جميع مشاهدي قناه الاهلي. طبعا اكيد سعيده جدا بوجودك معانا مره تانية هنا في قناه النادي الاهلي وعايزين نتكلم بقى النهارده عن حاجات كتير قوي طبعاً. يمكن امبارح كان يوم مليء بالاحداث الرياضيه، فوز أكيد. مصر بتنظيم امم افريقيا، فوز محمد صلاح بجائزه افضل لاعب افريقي طبعاً. وكمان فوز النادي الاهلي امبارح على سموحه في اللقاء المؤجل ما بينهم من الاسبوع ال15 بهدف نظيف احرزه علي معلول. خلينا نبتدي بمباراه النادي الاهلي وسموحه امبارح. طبعا يعني مباراه الاهلي طبعا يعني تاني مباراه لسارتي طبعا بيحاول ان هو يحط ايده على مفاتيح الفريق بالشكل، خلينا نقول هو ما كانش الشكل الممتاز جدا، لكن لسه طبعا اكيد الراجل محتاج فرصه ومحتاج فتره ان هو يعيد تشكيل شكل الفريق، وده هياخد وقت. لازم جمهور النادي الاهلي يصبر على التيم لغايه لما هو الراجل يستقر على هنتكلم فريق البطوله، لازم يوصل لدرجه انه بيعتمد على 16 او 17 لعيب او 12 لعيب بشكل اكبر بحيث ان هو يثبت التشكيل ويبقى هو ده القوام اللي بيعتمد عليه في كل مباراه عشان يقدر النهارده يوصل الى اعلى بالاداء. صحيح. الاداء ما بيعلاش غير لما بيحصل انسجام اكيد ما بين اللعيبه، وبالتالي انا بشوف ده محتاج وقت. وكمان النادي الاهلي طبعا ماشي في سكه التدعيمات بشكل جيد جدا، طبعا ما نقدرش نغفل طبعا الاصابه اللي حصلت لي محمد محمود، وطبعا عايز يعني اواسيه في الاصابه يعني يعني يحمد ربنا يعني على الخير وعلى الشر أكيد. وطبعا أكيد. موضوع بس يعني بس دي بقت بقى علامه استفهام مش مفهومه نهائي، يعني كانت في شويه اصابع بتشير بالاتهام لدكتور النادي الاهلي. نعم. دلوقتي اللاعب ده لسه جاي جديد اهو. نعم. يعني دكتور النادي الاهلي ملوش. نعم. اي علاقه. شوف انا مش طبيب بس انا ليا علامات استفهام كتير على اصابات النادي الاهلي فيما يخص حاجتين، فيما يخص التاهيل وفيما يخص الاحمال. الاحمال انا بس هطرح سؤال تساؤل والمختصين يجاوبوا. احساسي الشخصي ربما يكون لعيبه النادي الاهلي في بعض من تدريباتهم هي تدريبات عضليه اكثر منها لياقيه، بمعنى في الجيم مثلا لما حد بيحب يروح الجيم بيطلب من الكوتش، لو حد يعني رايح يعني لازم بيكون معاه كوتش عنده، لا هو بيطلب حاجه من اتنين. وبيتسال سؤال، انت جاي تتدرب كمال اجسام ولا جاي تتدرب فتنس؟ ده سؤال بيجاوب عليه الشخص اللي جاي، وبناء على اجابته المدرب بيحدد له التدريبات، اما انت عايز تزود الكتله العضليه في جسمك او عايز تعلي من معدل البدن. فربما يكون ربما بطرح بس يعني الامر ربما يكون في تدريبات عضليه زايد على اللزوم عن التدريبات اللياقيه لعيب كره القدم. هو ما لحقش. لا مش قصدي انا ما بربطش محمد محمود لسه، انا ما رحتش محمد محمود. انا بتكلم لسه على الاصابات الكتيره. ربما يكون في بعض التدريبات العضليه الزايده عن اللياقيه، لاعب كره القدم هو لاعب فتنس مش لاعب كمال اجسام. تمام كده؟ ودي مين اللي يجاوب عليها؟ المختصين، انا مش مدرب جيم ومش دكتور، بس بنطرح الامر. بالنسبه لمحمد محمود عشان بس نبقى واضحين في الحته دي، ولو هسمحك هاخد بس من وقتك بالظبط 3 دقائق. اتفضل. محمد محمود لازم يحمد ربنا على السراء والضراء، واذا جت ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى ربما يكون اي شيء تاني، لكن اي حديث في هذا الامر عن سحر او اعمال او شعوذه او خرافات وناخد في الكلام ده ونديله مساحات، فكل شخص يعرف انه بيتكلم او بيرجع هذه الامور لهذه الاشياء عليه وزر كبير. مفيش اي بني ادم في الدنيا ليه سلطه على انسان اخر باي قدرات فوقيه او سفليه، مفيش الكلام ده خالص ولا موجود. واذا كان في بعض البعض فسر بعض الايات بشكل خاطئ فدي مسؤوليتك انت. مسؤوليتك انت، مفيش الكلام ده خالص. الراجل اتصاب يروح للدكتور يتم تشخيصه ويتم وضع البرنامج التأهيلي له عشان يرجع أحسن مما قبل، وياما في لعيبة كتير. وببساطة كده اهو عشان بس نقفل الجدل قبل ما أجي وأخش على الهوا، جدال كبير جدا جدا على السوشيال ميديا في هذه النقطة. أنهي نقطة بقى؟ نعم؟ نقطة إيه؟ الأعمال والسحر والشعوذة. والنهاردة للأسف أنا وجدت إن الأغلبية والمتعلمين بنتكلم مثلا، لو أنا بكلم 100 واحد قبل الهوا كان في 70 واحد بيرد عليا بيقول لي ايوه انا مؤمن تماما ان محمد محمود جاله رباط صليبي بسبب اعمال. يا راجل ببساطه كده، اسهل حاجه لو العلم، لو الفكر ده موجود اصلا ما كان جيوش العالم استخدمتها.
مكات المخابرات في العالم استخدموا بقى معلش انا هسمع انا مش عايز اجادل خالص في هذا الامر والله ولا بحاول اقنع حد انا عارف ان انت مش بتحاول تقنع خالص. حد بس انا بس بحاول اعرض الامر ليه عشان في بعض الشباب الصغير في السن اللي بيسمعنا وللاسف وانا عايز اقول لك على حاجه هو بيسمعونا هنا وبيفتحوا قناه ثانيه بيسمعوا كلام ثاني خالص ما كل واحد عليه مسؤوليه احنا عمرنا ما هنعدل العالم كل واحد عليه مسؤوليه بس انا عايز اقول لك ان في قنوات دينيه بتعمل برامج تاني. خاصه تاني. 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 بالامور دي السحر والاعمال والشعوذه والكلام ده ودايما بيردوا عليك رد بيقولوا لك السحر ده ذكر في القران اذا فهو موجود ذكر. وما ينفعش حد ابدا ينكر وجوده صح بس لازم تقولي وانت كده بتفسري وبتقولي تقولي ان الكلمه اللي ربنا سبحانه وتعالى استخدمها في وصف سحر سحره فرعون خيل اليه خيل تخيل لا مش بس لكن كده لكن واحده واحده بس لكن مش عايزين نقلب الموضوع موضوع ايوه احنا مش عايزين نقلب الموضوع كده فعلا بس ابسط حاجه للناس المقتنعه بان في حد في اي مكان في العالم ممكن يؤثر على حياه شخص ومستقبله بسبب حاجه هو بيعملها ببساطه اي انظمه مخابرات في الدنيا كانت وصلت واكيد هم بيصرفوا اكتر من مجال الكوره كانوا فهموا الموضوع وسخروا الجن والشياطين والحاجات دي كلها عشان ينتصروا على الدول الاخرى فانا بس حبيت في عجاله اقفل بس الموضوع ده عشان هو مش محتاج ياخد قطم كده ومحمد محمود او عيلته لو بيسمعونا يا ريت تقولوا للاعب يتعالج مع طبيب كويس يتاكد ان الدكتور صحيح. اللي بيعالجه كويس يمشي على التاهيل يحمد ربنا ومفيش مشكله الانسان بيبتلى بحاجات كتيره في حياته أكيد. وياخد الامور بهدوء ومستقبله ما راحش ولسه صغير طبعا. ولسه في فتره ثانيه وياما في لعيبه كتيره خليني اقول لك نعم. يعني سواء الموضوع ده احنا بنتكلم على الناس اللي بيقولوه سحر نعم. والاعمال والكلام نعم. ده سواء ده موجود او مش موجود في الاخر كله باذن رب كله في الاخر كله باذن هو ربنا مش موجود. هو مش موجود بس في الاخر برضه كله باذن ربنا بالنسبه بقى للعلاج على فكره انا مش بأمن بالكلام ده بس انا بحب برضو احترم عقلية الناس اللي قدامي لان في ناس كتير جدا في ناس كتير جدا يعني مقتنعين بالكلام ده بس في الاخر برضو خليني اقول لك ان في الاخر كله باذن ربنا ما حدش يقدر يضر اي شخص الا باذن ربنا حتى لو عنده القدره ما يقدرش برضو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزق وهو الرزق كله عند ربنا سبحانه وتعالى صحيح هو اللي بيجلب حتى في ايه ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها ان الكويس والوحش مع ربنا سبحانه وتعالى اكيد ومحدش يقول ان ده من عند ربنا لا ده غلط ده حتى وصف القوم اللي هم بيقولوا كده لا يفقهون الحديث كل حاجه عند ربنا سبحانه وتعالى مفيش مخلوق في الدنيا ليه سلطه على مخلوق تاني مش موجود مش مفيش زيرو نسبه صفر صحيح. فمش عايزين نوصل الكلام ده وانا حتى للاسف مش هحترم الفكر ده ليه لان في شباب صغير بيسمعنا ممكن يسيب العلم ويسيب الدراسه ويفضل كل حاجه مركز فيها في حياته اصل فلان عمل لي عمل اصل انا النهارده ما نجحتش اصل فلان ما حسدني لا الحسد موجود لكن ربنا سبحانه وتعالى قال لك لو انت خايف من الحسد اقرا القران بس ما تعملش حاجه ثانيه لكن انا مش هاجي اقول مثلا ايه انا بحسد فلان عشان جاب عربيه جديده فاول ما اقول كده على طول العربيه حصل لها حاجه عشان انا النهارده مثلا كريم سعيد عندي قدرات تفوق هذا الرجل ازاي يعني بالله عليك يعني ازاي يعني بس انا مش عايز طب خلينا بقى نرجع لموضوع نرجع للكوره نرجع بقى للكوره موضوع الاصابه واكيد طبعا الاهم دلوقتي ان احنا اكيد ندعي لمحمد محمود ان شاء الله باذن الله ان شاء الله بس يلتزم يتاكد من الدكتور يبقى كويس واتمنى طبعا يبقى دكتور وبعدين احنا شفنا كتير لعيبه يمكن اتصابوا جالهم نفس الاصابه دي جالهم الرباط الصليبي ورجعوا بعديها افضل من الاول كمان اكيد انا افتكر لعيبه كتيره في حتى محمد كابتن محمد عمار طبعا زي الايسر ده في لعيب بيعمل 2 و3 رباط صليبي اهم حاجه بس هو ياخد باله من نفسه زي ما قلت لك التأهيل وفترة العلاج بتاعته كويسة وربنا طبعا يرزقه بدكتور كويس يبقى بيحط واكيد النادي الاهلي مش هيبخل عليه ابدا اكيد بدون شك واتمنى طبعا هو يعني اذا كان في ربنا ندعي ربنا يعني لو في احتمال ساعات في بعض اوقات بيبقى في احتمال ما يعملش عمليه يعني مش عايز اقول برضو معلومات طبيه من الصح او غلط بس لو خلاص تاكد انه يعمل عمليه فيعملها في المانيا ويرجع ويعمل التأهيل بتاعه وان شاء الله لو مقدر له من غير 6 شهور ممكن تبقى 3 ممكن تبقى 4 يبقى في تسريع في العمليه خصوصا ان الطب المفروض تتقدم يعني طيب بعيدا عن اصابه محمد محمود واحنا مش عارفين فعلا الاسباب هي ايه اللي احنا عارفين الموضوع حمل بدني زياده في مشكله صحيح. في الجهاز الطبي للنادي الاهلي حتى اللاعب الجديد اللي يمكن ما كملش اسبوع جه واتصاب في النادي الاهلي قدر الله ما شاء فعل واللي حصل حصل وان شاء الله بنتمنى للاعب ان هو يرجع مره ثانيه سريعا بس موضوع الجهاز الطبي والاحمال اتمنى النادي الاهلي يتجه زي ما كنا انا اتكلمت هنا في النقطه دي مع امين كنت موجود معاه اتمنى النادي الاهلي زي ما بيصرف ملايين على اللعيبه وعلى الجهاز الفني لازم يبقى عنده جهاز احمال كامل مش مدرب احمال بس يجيب جهاز كامل الجهاز الطبي لازم يبقى جهاز كامل مش مجرد بس
يعني دكتور واحد، لا لازم يكون في مجموعه عمل موجوده عشان نسمع، بدل ما نسمع راي واحد نسمع رايين، واعتقد ده في الطب افضل يعني. يمكن كمان من لطف ربنا بقى علينا ان الاصابه دي حصلت امبارح قبل ما يقيد في القائمه الافريقيه. ده بالنسبه للنادي الاهلي. نعم اكيد طب ده صحيح ليه؟ عشان يطر يعني خلاص لو ربنا سبحانه وتعالى مش كاتب له ان هو يكمل مع النادي الاهلي خلال هذا الموسم او حتى مع منتخب مصر، انا عارف ان دي نقطه كان هو بيامل لها كتير، بس يعني قدر الله وفعلا اللاعب لسه صغير واكيد ان شاء الله يكون عنده فرص ثانيه اكتر. يبقى النادي الاهلي عنده فرصه ان هو يقيد لاعب اخر، لان اكيد النادي الاهلي محتاج كل جهود هو كمان. النادي الاهلي عمل صفقات اكبر من العدد اللي هو متاح له ان هو يقيده في افريقيا، فبالتالي ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يقيد اللعيبه المتاحه. كمان محمد محكم مقيد تحت السن فمش واخد مكان في القائمه الحاليه. بالظبط كده، فبالتالي اعتقد كمان يعني اكيد المسؤوليه زادت على حسين الشحات بعد اصابه محمد محمود. ربنا يستر عليه. بيلعبوا في نفس المركز. ربنا يستر عليه يا رب. فحسين الشحات اكيد هتبقى عليه مسؤوليه كبيره جدا طبعا مع ناصر ماهر في مركز البلاي ميكر. طيب لو اتكلمنا عن لقاء امبارح بعد ما شفت بقى اللقاء امبارح ومشاركه بعض الصفقات الجديده، شايف النادي الاهلي محتاج كام صفقه تانيين؟ ما زال النادي الاهلي بحاجه الى تعاقد مع مساك اخر بجانب ياسر ابراهيم، محتاج هاف ديفندر ومحتاج مهاجم صريح. لسه ان احنا شفنا لاسارتي كان مضطر ان هو يلعب لحد ما بفكره المهاجم رقم 9 المزيف او يعني فول، احنا بنسميه فولس ناين لان هو معهوش مهاجم صريح، كان وليد سليمان وجيرالدو. ده امبارح طبعا بسبب الظروف اللي كانت موجوده، لان امبارح كان مفيش مروان محسن، ما كانش فيه صلاح محسن، ما كانش فيه وليد ازارو، فده كان الطبيعي. فحتى يعني شايف بعض الاوقات حتى مع الكابتن حسام البدري كان بيلعب في مركز المهاجم الصريح، وبالتالي انا بشوف النادي الاهلي محتاج ربما يكون محتاج بحاجه الى مهاجم صريح مع الهاف ديفندر مع المساك عشان نقدر نقول ان الفريق وقت مكتمل ويقدر ينافس على كذا بطوله في نفس الوقت، عشان ما يحصلوش نفس ما نقعش في نفس الغلطه اللي حصلت في الموسم اللي فات لما اعتمدنا على مجموعه من اللاعبين. جينا قبل ماتش الترجي علي معلول وقع اصابه، ازارو وقع ايقاف، وكان قبليهم اجاييه وقع والسوليه كان وقع وحسام عاشور وقع في بعض الاوقات. فبالتالي النادي الاهلي جه في الاخر طبعا خسر الخساره غير المنطقيه امام الترجي في العوده 3-0. طيب خليني اسالك، مع وجود بقى مروان محسن صلاح محسن وليد ازارو ورجعوا بقى واجاي كمان رجع، هل برضه هنبقى محتاجين لراس حربة اخر؟ شوفي يعني انا بشوف ان النادي الاهلي دايما لازم يبقى عنده العدد كمان. جيرالدو بيقدر يلعب مركز المهاجم الصريح؟ جيرالدو المهاجم الصريح ما اعتقدش هيجيد فيها، انا شفته كتير مع بريمو دو اوغوستو هو بيلعب، وحتى مع منتخب انجولا هو بيلعب مهاجم، هو بيلعب رايت وينج وبيلعب ليفت وينج، هو في الحتتين مميز جدا بيقدر ان هو على الجناح، وخطورته كمان على الجناح، انما فكره ان هو يلعب في مركز المهاجم الصريح على يعني ممكن يلعب فيها بشكل استثنائي لكن يلعب فيها بشكل مستمر وشكل متواصل انا اشك يعني بصراحه ان هو يقدر النادي الاهلي يعتمد عليه في الحته دي، انه هيخسره بنسبه كبيره على الاطراف، وبالتالي انا يعني افضل ان يكون جيرالدو على الطرف اكتر منه ما بيلعب فيه عمق الملعب. طيب نتكلم بقى فنان عن لقاء امبارح، لقاء النادي الاهلي وسموحه، شفنا النادي الاهلي في الشوط الاول افضل بكتير من الشوط الثاني، وهو ده برضو اللي حصل في مباراه بيراميدز، ده تفتكر سببه ايه؟ بصي مباراه بيراميدز النادي الاهلي عمل الشوط الاول بشكل مميز للغايه وكان فعلا المساحات مقفوله وخط الوسط كان كامله للنادي الاهلي، لكن انا بشوف ان يعني تغير النتيجه جت بسبب الخطا اللي عمله محمد الشناوي كان خطا في الفاول. انت الخطا هنا ايه مشكلته؟ مشكلته انت رجعت المنافس للمباراه تاني، خد يعني صحوه فنيه ثقه كبيره صحيح من الدقيقه الثالثه كمان من عمر الشوط الثاني صحيح بالظبط، والاستغلال طبعا للخطا. طبعا احنا بنتكلم الهدفين بتوع بيراميدز جم من مهارات فرديه، كينو طبعا في الهدف الثاني بمهاره فرديه بحته قدر ان هو يرقص كيم ميدفيد الموظف، ما اقدرش اشيل يعني المسؤوليه لكيم ميدفيد، كيم ميدفيد هو متوظف في مركز الباك اليمين، ده مش ده المكان الاساسي صحيح. وشفنا مش عايزين خالص مش عايزين نبخس حق كريم في الفتره الاخيره، ان كريم عمل مجهود صحيح. كبير جدا خصوصا لما لعب في مركز 6 الهاف ديفندر مع عمرو السوليه، كنت حقيقة. شايف ان هو ادى مستوى اكتر من رائع، يمكن غير فكره جماهير النادي الاهلي تماما عن لا كريم هذه. بدون شك بدون شك ما فيش مستحيل ان حد يحمله اي خطا يخطئه في مركز الباك اليمين، ده مش مركزه ولا يصلح ليه، الراجل بس بيأدي في هذا المركز ان هو في اصابه احمد فتحي وطبعا تحول محمد هاني لمركز المساك. فبالتالي انا بشوف كريم ميدفيد في الوقت الحالي النادي لاسارتي اتمنى انه يشوفه في مركز الهاف ديفندر، ان هو فعلا عنده دلوقتي بيجيد في هذا المركز وعنده صحيح. كمان ورك ريت عالي، يعني ورك ريت عالي، الراجل بيجري
ممكن تبقى دي مشكله لحد ما عند عمرو السوليه وعند هشام محمد ان هم لحد ما بيحلقوا اكتر ما بيضغطوا. دي نقطه اعتقد الجهاز الفني هياخد باله منها. اكيد. طيب خلينا برضو نتكلم عن لقاء النادي الاهلي وسموحه امبارح. اللقاء اختلف تماما في الشوط الثاني. اكيد طبعا. بصي سموحه فريق مش قليل وكابتن طارق يحيى واحد من المدربين الجيدين جدا بشوف سيء الحظ كمان. حارس مرمى سموحه محمد ابو جبل امبارح قدم مباراه هايله. بس انا دايما انا بشوف لعيبه النادي الاهلي بيقف مشكله ان انت بعد الهدف الاول لازم ما تقفش كمل دوس. صحيح. لازم تجيب الثاني عشان تامن نفسك. النادي الاهلي لحد ما بحس اللعيبه احساسي كده بقى لي فتره لما بيجيبوا الهدف او بيتقدموا. ايوه بالظبط كده بيتقدموا في النتيجه الريتم بيهدى. طول ما الريتم بيهدى اعرف انت ممكن انت معرض لكل شيء. ممكن. صحيح. معرض لفاول. هو ده اللي حصل في بيراميدز بالظبط. فاكيد طبعا الطرد امبارح المفروض ان هو قلل الضغط شويه من عائله النادي الاهلي، ولكن كان في كذا فرصه اعتقد رمضان صبحي كان محتاج ان هو يركز فيهم عشان ينهيهم. اعتقد النادي الاهلي لو متقدم بهدفين في مباراه من الصعب على المنافس ليه ان هو يرجع في هدفين. سهل قوي نرجع والنتيجه 1-0 2-1 ممكن ارجع، لكن 2-0 الى حد ما الامال بتنزل كتير عند صحيح. المنافس. صح بتحبط المنافس. أكيد. طيب خلينا نتكلم بقى عن حاجه ثانيه. بعيدا عن فنيات اللقاءات اللي فاتت للنادي الاهلي، سواء لقاء بيراميدز للاسف انتهى بخساره النادي الاهلي بهدفين لهدف. ولقاء سموحه اللي انتهى امبارح بفوز النادي الاهلي بهدف وحيد من ضربه جزاء. نروح بقى لردود افعال الانديه الاخرى على صفقات النادي الاهلي. شفت ازاي اللي بيحصل في الساحه الرياضيه في الايام اللي فاتت؟ والله بص شوفي انا احب اتمنى يعني طبيعي مؤتمر تقديم للاعب في نادي. نعم. مؤتمر تقديم اي لاعب في اي نادي يجب ان يكون مقصور على الكلام عن اللاعب. بنقدم السي في بتاعه للجمهور، بنجيب اللاعب بنعمل معاه انترفيو عشان نعمل معاه لقاء عشان نعرفه للجمهور نساله على المراكز اللي بيلعب فيها، هو اجت في ايه. بنقدم زي ما قلت لك صوره. اعتقد اي جمهور في اي عالم ليه ياخدنا الكلام عن نادي اخر او نادي منافس. احنا نتمنى من كل المسؤولين، ولازم نوضح ان كلمه المسؤول زي ما قلت لك حتى في موضوع محمد محمود كلمه المسؤول خطره. صح. خطره في ايه؟ صح. لو مثلا في كلام يدار في اروقه الجماهير ده مقبول، مفيش مشكله. الجماهير على مختلف يعني عقلياتها، على مختلف الخلفيات بتاعتها. صحيح. على مختلف تعليمهم. كل واحد يقول هو الجمهور مالوش مشكله، اعمل اللي انت عايزه. لكن وانس ان المسؤول طلع قال كلمه، وهنا عمل ايه؟ هنا وثق الامر. فنتمنى من كل المسؤولين في كل الانديه بما فيهم النادي الاهلي كل واحد يعني هو على حسب الموقف. لما انت في مؤتمر تقديم لعيب بتاعك ببساطه اتكلم عن اللعيب بتاعك، بلاش الكلام على الانديه الاخرى، بلاش نخش في التراشق. المسؤول هيتراشق مع مسؤول، الطبيعي جدا ان الجمهور هيتراشق بشكل ازيد. صحيح. اذا كان المسؤول بتصرفه فاحنا منتظر ايه من الجمهور؟ وعمرك ما هتضبط. احنا ممكن نضبط المسؤول ليه احنا في الاخر بنتكلم مع واحد او اثنين، لكن ازاي النهارده هنبدا نتكلم ملايين؟ ده صعب جدا. فاحنا عايزين دايما الساحه الرياضيه هاديه. الكورة مجال حلو والناس كلها بتحبها، وزي ما احنا شفنا مثلا هدي مثلا بسيط جدا في امبارح بعض المؤسسات استغلت امتلاكها لحقوق كورة وخدوا قرار في لحظة ان احنا مش هنذيع. الناس اتضايقت بقى في مشكلة. ليه؟ احنا اتعودنا من بقالنا فترة بنتابع كورة أوروبية وكمان مشاركة الأندية المصرية في البطولات الأفريقية. صحيح. فليه بتعمل معايا كده؟ وخصوصا أنا كمان مديك فلوسي. حتى إيفي لو أنت عندك مشكلة مع مؤسسة هنا في مصر أنا ماليش دعوة بالأمور الإدارية دي. صحيح. أنت النهاردة لو أنا آسف يعني لو مؤسسة عندك ذوق ببساطة هتقول طب يا جماعة احنا عندنا مشكلة في شهر يناير، هو احنا بندوكيومنتها وبنوثقها، احنا عندنا مشكلة مع مؤسسة عندكم في مصر. وبالتالي احنا رغم هذه المشكلة، رغم احنا لينا عندكم حقوق، احنا هنكمل اشتراقاتنا والتزامنا معاكم لغايه الانتهاء من الاشتراكات المدفوعه مثلا، لغايه نهايه الموسم. لغايه نهايه الموسم الكروي. وبعد من فضلكم لو خلال الست شهور دول احنا ما حلناش المشكله مش هنزعلكم ماتشات تاني. المفروض ده انا كنت شايفه الرد الذوق الكل لياقه الكل لباقه عشان النهارده تحترم المشاهد بتاعك. لكن ايه اللي حصل؟ انت اول ما استغليت او انت عندك مشكله استغلتها عشان تبدا تضغط على المؤسسه الاخرى، وفي الاخر مين دفع الثمن؟ الجمهور. المشاهد المصري. صحيح. الجمهور بقى النهارده لما المشكله اتحلت وقالوا يا جماعه خلاص البث رجع وهتشوفوا الماتشات، شفتي الفرحه عامله ازاي؟ ده يبين لك ايه اهميه كره القدم.
الناس فعلا كانك بالظبط يعني هقول لك ايه ببساطه كاني بالظبط في ناس بتتنفس كره قدم فعلا. بصي مجال كره القدم ممكن من خلاله تحلي مشاكل وتوصلي رسائل وتوصلي اهداف وتعملي اللي انت عايزاه والناس هتصدقك ليه؟ صحيح. الناس بتحب اللعب، الناس بتحب المجال ده، صح. الناس بتعشق المجال ده لدرجه قد تفوق مجالات اخرى منها مجالات الوعظ نفسه، فاهماني؟ فانا عايزين بس نبقى مدركين المسؤوليه اللي ربنا سبحانه وتعالى حطينا فيها. اي واحد بيشتغل في مجال الكوره سواء كان في نادي، كان في اداره او لعيب او اعلامي او اداري، كل واحد على قدر المسؤوليه اللي عليه، لازم يخلي باله من كل كلمه بيقولها ومن كل تصرف بيعمله. ليه؟ ان ببساطه في ناس كتيره بدون لا وعي هتمشي وراك. أكيد. وراك ليه؟ عشان انت مشهور بس. صحيح. طيب احنا اتكلمنا عن الهجوم اللي كان ضد النادي الاهلي امبارح. نتكلم بقى عن رد فعل النادي الاهلي، شفت ازاي البيان؟ شفت البيان صحيح اللي اصدره النادي الاهلي ازاي؟ نعم انا شفت البيان، طالما ان احنا تطرقنا لامور بعيدا عن الرياضه وتخطيناها لامور تخص بعض المشاكل السياسيه وبدا في تلقيح كلام وبدا يكون في تجاوزات، اكيد طبعا اكيد امر خطا طبعا، فلازم طبعا الجهات المختصه في الدوله تنظر في هذا الامر. طبعا الكلام اللي اتقال مش كلام مش قليل، حتى في مبالغ، في امور كمان التمويل، احنا بنتكلم في تمويل الصفقات، ده امر مش بسيط، امر مش هين، فبالتالي طالما ان في حد اتهم حد بانه يعني بيتصرف مع حد كمان، احنا في مشكله معاه دوله، احنا ما بنتكلمش على فرد، بنتكلم الدوله عندها مشكله اصلا، فخلاص ببساطه يعني كل واحد يقدم الدلائل والبراهين بتاعته. صحيح. والدوله فيها المؤسسات المختلفه اللي تقدر تنظر وتقدر تحكم في الموضوع وتقول مين الصح ومين الغلط، وبالتالي كامل الحق لاداره النادي الاهلي انها تتخذ من الاجراءات ما يكفل ليها رد يعني اسمها ورد اسم النادي الاهلي ورد سمعتها امام الجمهور وامام المشاهدين، وفي الاخر جهات التحقيق هي اللي تقول ببساطه مين اللي معاه الحق ومين معهوش حق. صحيح. طيب نروح بقى لملف اخر. نعم. دوري ابطال افريقيا اللقاء القادم للنادي الاهلي قصاد بيتا كلوب. نعم. الكونغولي يوم السبت اللي جاي ان شاء الله على ملعب برج العرب في اسكندريه. يمكن النادي الاهلي وقع في مجموعته مع بيتا كلوب ومع سيمبا التنزاني ومع شبيبه الثوره الجزائري، والناس كلها كانت بتتكلم ان الاقرب للصعود مع النادي الاهلي ان شاء الله يكون بيتا كلوب، فهو يمكن يكون المنافس الاكثر شراسه قدام النادي الاهلي. شوفي طبعا انا بشوف احنا بنتكلم على لقاء ما بين وصيف دوري بطل افريقيا ووصيف الكونفدراليه، وبالتالي مباراه قمه. بنتكلم على ناديين وصلوا للفاينل السنه اللي فاتت، البطولتين الاكبر في افريقيا، ولكن طبعا لم يحلفهم الحظ النادي الاهلي امام نادي الترجي التونسي وفيتا كلوب امام الرجاء المغربي، وبالتالي مباراه قويه جدا ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحسمها من بدايه. طبعا اكيد اكيد ماتش في وجهه نظري ماتش فيتا كلوب هو الماتش الاهم في المجموعه، المباراه امام سيمبا امام شباب الثوره الجزائري الدنيا هتبقى اخف شويه فنيا بعيدا عن الامور الاخرى يعني مع الظروف والاصابات دي كلها، لكن فنيا انا اشوف ان مباراه فيتا كلوب هتبقى هي الاهم والاصعب لنادي الاهلي في المجموعه، وكويس النادي الاهلي هيبدا اول مباراه على ارضه حصد 3 نقط ان شاء الله في المباراه الجايه، بتسهل من مهمه الفريق في ما تبقى من مباريات في المجموعه، وبالتالي ان شاء الله نشوف النادي الاهلي متصدر بنهايه المجموعه، وباذن واحد احد باذن واحد احد صحيح. ان شاء الله يكتب للنادي الاهلي السنه دي والنادي الاسماعيلي بدون شك ان هم يقدروا يكملوا مشوارهم في البطوله لغايه لما يوصلوا للفاينل باذن الله. النهارده كان في تصريح من المدير التنفيذي للنادي الاهلي. نعم. محمد مرجان ان تم طرح بيع تذاكر المباراه من خلال المنافذ الالكترونيه. نعم. ب 10 جنيه للفرد يعني. كويس جدا. يعني ده رقم اكيد طبعا في متناول الجميع. نعم. وده طبعا رغبه من النادي الاهلي ومن مجلس اداره النادي الاهلي ان الجمهور يكون متواجد ويكون مساند للفريق هناك. نعم شوف طبعا بصي احنا دلوقتي بنتكلم في يعني الكلام عن الجمهور خلال الست شهور الجايين اعتقد هيبقى متزايد بشكل كبير. أكيد. طبعا بعد فوزنا بتنظيم كاس الامم وطبعا نجاح بطوله كاس الامم ده الجمهور بقى في كاس الامم ده هيبقى ليه دور تاني كبير جدا 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 طبعا في نعم. عكس صوره الشعب المصري أكيد. للعالم كله اكيد، وان شاء الله باذن الله احنا خلينا نستغل هذا الحدث عشان نرجع ملاعبنا زي ما كانت، نشوف جماهير النادي الاهلي ماليه ماتشات النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك مالي ماتشات جمهور نادي الزمالك والاسماعيلي والانديه كلها، ليه؟ عشان الكره ترجع فيما قبل
2012 ونشوف الملاعب بشكل اعتيادي. وبالتالي انا شايف انها فرصه جيده جدا في ماتش الافريقيا الجاي ان اداره النادي الاهلي تخفض من اسعار التذاكر عشان تحاول تجتذب اكبر عدد من الجمهور. نعم من الجمهور انه يحضر المباراه طبعا حسب الساعه المحدد ليها. وباذن الله وباذن واحد احد احنا خلال 2019 طبعا بجهود الانديه وبجهود اتحاد الكوره ووزاره الشباب والرياضه نقدر نستغل حدث كاس الامم. وباذن الله بعد كاس الامم يبقى كل المباريات بتاع كاس الامم حضر فيها جمهور سواء ماتشات مصر والاهم ماتشات مش ما فيهاش المنتخب المصري المنتخبات الاخرى يبقى فيها جماهير كتيره. بعد ما تخسر بطولة الماتشات كلها ترجع ب 20,000 و30,000 في الدوري وفي الكاس وفي كل المباريات المحليه عندنا. يا رب نتمنى ان شاء الله. طيب نروح بقى لامبارح واليوم طبعا اللي كان مليان بالمفاجات. نعم. السار اكيد لجمهور الكوره المصريه فوز. نعم. محمد صلاح بجائزه افضل لاعب افريقي للعام. نعم. الثاني. نعم. على التوالي. نعم. بعد طبعا صراع مع اوباميونج ومع زميله برده ساديو ماني في ليفربول. نعم. شفت ازاي فوز محمد صلاح؟ طبعا بصي هو ما كانش فيه صراع، الموضوع كان طبعا احنا شفنا محمد صلاح الموسم اللي فات بنتكلم على افضل لاعب في الدوري الانجليزي، بنتكلم على احسن لاعب وهداف الدوري الانجليزي، بنتكلم على لاعب يعني وصل في فاينل دوري الابطال ما وفقهمش الحظ في ان هم يكسبوا الريال في الفاينل. محمد صلاح طبعا موسم كان فوق الاستثنائي الموسم اللي فات، حتى السنه دي رغم البدايه يعني كانت هاديه شويه، مش هقول ان هي كانت متعثره، لا البدايه كانت هاديه بس، وبعد كده محمد صلاح دلوقتي بينافس على هداف الدوري الانجليزي مع اوباميانج ومع هاري كين. انا شايف محمد صلاح استحق الجائزه بدون شك، فرق كبير جدا ما بينه، هو الوحيد اللي كان ممكن ينافسه ساديو ماني، لكن اوباميانج السنه اللي فاتت ما اقدرش اقول كان منافس ليهم، هو جاست بس كمل التريو او كمل الشكل الثلاثي للمتنافسين في الجائزه في الاخر. محمد صلاح حتى الموسم ده احنا لغايه دلوقتي ماشيين بشكل يخلي محمد صلاح أكيد. هو المرشح، وبرده يخلي اللي هينافسوه ساديو ماني واوباميانج ما هو بس الوحيد اللي ممكن يضايق محمد صلاح في وجهه نظري. خليل كوليبالي المدافع السنغالي ومدافع نادي نابولي الايطالي والمرشح بقوه ان هو يروح مانشستر يونايتد سواء كان خلال انتقالات الشتويه او ممكن في الصيف نهايه الموسم. كوليبالي واحد من افضل المدافعين في القاره السمراء خصوصا بعد مهدي بن عطيه ما لاعب يوفنتوس المغربي طبعا لاعب يوفنتوس بعد شويه بس صلاح تفوق عليه في مبارياتهم في دوري ابطال اوروبا. نعم بس احنا بنتكلم على مستوى الفني كوليبالي واحد قوي مدافع قوي جدا، واعتقد هو ممكن يعني اذا كمل مستواه وراح مانشستر وراح يونايتد لحد ما ممكن يعني يحاول ينافس صلاح. واضح كمان ان هو في الوقت اللي فات ده كان بيتعرض لمضايقات عنصريه من. نعم. الجماهير في ايطاليا. ده صح ده صح ده صح. وده ممكن يعمل تعاطف جماهير كمان فريقه كانت متعاطفه معاه جدا ونزلوا واعتذروا له جوه. نعم. الملعب، فكان بصراحه مشهد انساني. بحييكي على لفتة نظري يعني في الحته دي، المعلومه دي مهمه جدا ليها، ممكن تعمل تعاطف بعد كده ان هو خلي بالك كل نجوم العالم تعاطفوا معاه عن طريق السوشيال ميديا. طبعا رونالدو وتيري هنري حتى كلهم عملوا له تويتات وكتبوا له بوستات عشان يعني يقفوا معاه في المحنه اللي هو تعرض لها. وبالتالي بس انا شايف لغايه دلوقتي بنتصدم احنا ساعات في اوروبا برضو بالعنصريه اللي عندهم دي اللي بتطلع فجاه، واحنا فاكرين ان الدنيا عادي، احنا ما عندناش العنصريه دي عمرنا. لا. لا احنا كشعب مصري ما بنشوفش العنصريه دي ابدا. فالرأي ما بين اوروبا في المجالات الاخرى واوروبا في الكوره، الكوره واحده في كل حته، الكورة واحدة في كل حتة، فيها العصبية وفيها يعني العصبية أكتر من العقل شوية، ده في كل العالم مش صحيح. عندنا احنا مصر ما فيهاش مصر وأوروبا، احنا طبعا شفنا ريفر بليت وبوكا جونيورز. أنا حضرت مرة نهائي تشامبيونز ليج ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وعلى. نعم. اللي بيحصل هناك وش المريخ وبره الملعب وبره الملعب سيبك من جوه الملعب جوه الملعب كمان وبره ولا كان في عندهم أسخن. أي حاجة خالص. نعم فاحنا الأمور دي بتحصل بشكل عادي وما فيش مشكلة، بس أهم حاجة إن احنا نتجاوزها، أهم حاجة ما حدش يوثقها، يعني اهم حاجه لما التصرفات دي تحصل ما حدش مثلا تخيلي مثلا مسؤول في اوروبا طلع قال اللي حصل مع كوليبالي ده صح وانا وجهه نظري انا يا جماعه انا محترم تماما وجهه نظركم ان انتوا عشان تشتموا اللاعب، بس انا وجهه نظري برضه لازم تحترموها. تخيلي مثلا حد طلع قال كده، هل ده يعقل؟ نفس الامر، مش كل الامور فيها وجهات نظر كتيره، لا الصح صح الصح صح الصح صح. حاجه زي كده في اي عبارات عنصريه ما ينفعش ان احنا نؤيدها ونقف معاها، واكيد ان شاء الله حتى انا بقول لك لو جايزه الافريقي العام التالت على التوالي مشينا بنفس المستوى اللي احنا عليه حاليا اكيد اوباميانج هو هداف الدوري، بس ان شاء الله محمد صلاح ممكن يتجاوزه. بس اعتقد ان محمد صلاح برده ان شاء الله للعام التالت على التوالي ممكن يحصد الجايزه عشان ان شاء الله يكسر الرقم بتاع يايا توري اللاعب طبعا الايفواري الكبير اللي خدها اربع مرات من 2011 2012 2013 2014. يايا توري
فضل مكتسح هذه الجائزه. ان شاء الله محمد صلاح يكرر انجاز ان شاء الله. طيب نروح بقى لملف استضافه مصر لكاس امم افريقيا 2019. طبعا دي فرحه كبيره جدا للشارع المصري. هنشوف اللي كان بيحصل ان شاء الله في 2006 مره ثانيه. اكيد طبعا احنا بنتكلم على حدث ان شاء الله باذن الله هيعمل زخم كبير في البلد مش في مجال الرياضه بس. اعتقد احنا كمصريين كنا محتاجين حدث زي ده. أكيد. محتاجين ان احنا نحس ان عارف احنا برضو ايه، احنا شعب بيرضى باي حاجه يعني، فمو اي حاجه بسيطه بفرحة بنفرح بيها. فانا اعتقد الناس كلها فرحانه ان احنا ننظم حدث زي ده، ان احنا في مساحه ان احنا نرجع للاستاد تاني، الناس كلها ترجع للاستاد تاني. تخيلي كميه فرص العمل ان شاء الله اللي هتتاح خلال الخمس شهور او ست شهور اللي جايين. حتى انا دلوقتي انا ملاحظه حاجه حلوه جدا، ان معظم الشباب الصغير على السوشيال ميديا بيحاول يعمل زي كاس العالم لما الفيفا طلب متطوعين صحيح. لكاس العالم في روسيا. فكميه الشباب قد ايه الناس هناك كانوا مساعدين جدا. واي حد هيساعدك ويجري ويسلموا عليك وعايز تعمل ايه ويوديك فين. صراحه كان هناك فكميه الشباب المصري دلوقتي اللي انا شايفه يعني. بيكتب على السوشيال ميديا هو نفسه يتطوع يساعد. في كاس الامم الافريقيه الجايه. فدي حاجه حلوه. وخلي بالك يا شيما دي احد الحاجات اللي بتحبب الشباب في يعني بتعمل لينك ما بين الولد وهو صغير وما بين بلده. فاهم قصدي؟ فدي حاجه لما يحس ان هو مسؤول ولو بجزء صغير جدا طبعًا. عن طبعًا. بلده حاجه تحس باهميته. فاهم؟ احنا المهم بصي تاني نكررها، ما فيش ادنى مشكله خالص ان كل واحد يقول وجهه نظره سواء يعني ايه مع او ما فيش ادنى مشكله، لكن اهم حاجه ان احنا ما نفرضهاش. الثقافه دي اساسا ما نفرضهاش، بلاش نفرض. قول وجهه نظرك مفيش مشكله. على فكره هو ممكن وانت بتتكلم كده يكون في واحد متخيل وهو قاعد بيسمعنا ان وجهه نظره انه يصحى الصبح يكتب لك شتيمه تحت صوره عندك، دي وجهه نظري يا ابني. لا دي مش وجهه النظر، دي مالهاش علاقه بوجهه النظر. اي خروج عن النص زي ما قلنا غير مقبول بالمره. مفيش وجهه اي حاجه مخالفة للدين مفيهاش وجهة نظر، أي حاجة مخالفة للأخلاق وللقيم لا طبعا مفيهاش وجهة نظر، لا احنا ساعتها هنقول الصح. مثلا موضوع بتاع كوليبالي قلنا لا مفيش وجهه نظر ان حد يتفوه بالفاظ عنصريه. صح، اصلا العنصريه دي بتجرم في الدول. برافو عليك. بالظبط. فاحنا انا شايف ان شاء الله ان الشباب المتحمس ان هو يبقى متطوع في خدمه الكوره المصريه عشان كاس الامم دي فرصه حلوه قوي. واعتقد تنظيم مصر كاس الامم هيحل لنا ان شاء الله مشاكل كتيره سواء في الكوره او بره الكوره. يا رب ان شاء الله. انت عارف انا نفسي كمان يكون في زي دورات تدريبيه كده لتوعيه أكيد. الجمهور ازاي يتعامل مع الاجانب اللي جايين هنا صحيح. عندنا ويوري لهم قد ايه احنا عندنا حسن ضيافه واحنا شعب كريم وشعب بيحب الناس اللي تيجي عنده وبيستضيفهم ويحطهم فوق دماغه. برافو عليك. احنا فعلا ده امر انت هتحتاجيه في السياحه. يعني انت النهارده بتستغلي الحدث ده عشان تزودي وترجعي السياحه بتاعتك زي ما كانت، وتقولي ان انا النهارده ما عنديش مشكله. وكل يعني في بعض الاحيان اكيد كل اي بلد في الدنيا عندها مشاكل، وفي يعني بلد يعني ربنا اداها الكمال كله. لا ما فيش حد طبعا. عنده كمال لوحده، لكن احنا النهارده عايزين نستغل هذا الحدث عشان برضو ننمي السياحه بتاعتنا. وتشوفي كميه، انا بقول لك اهو عايزين نشوف كميه فرص العمل اللي هتتاح من خلال هذا الحدث سواء في الرياضه او خارج الرياضه. صحيح. كريم سعيد رئيس تحرير يلا كوره نورتنا النهارده بكلام جميل. استمتعنا بوجودك معانا. اتمنى اكون ضيف خفيف النهارده. اكيد كالعاده. بشكرك جدا على وجودك معانا ومشاهدينا. شكرا على حسن المتابعه. اشوفكم ان شاء الله يوم السبت اللي جاي في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم.